أهل العزم لا وقفوا فعلهم ضام، وليحضروا يستاهلون التحية في دارنا ما حلوا اليوم ضيفان أهل المكان ونارهم دوم حية، وأخوان شمّا دونهم خير برهان في صف واحد والثوابت قوية خلف الكبار اللي لهم عز وشان، أهل الوفاء والجود وأهل الحمية حكامنا نشر صوب ميدان جات الخبر طيب ورب البرية حبنا لها إذا امتلى الجو دخان الفرق منا وزمنا عنصرية ليش يضد الخط لو كان ما كان تقسم قسم ما تنزل المعنوية ومن ساحة الحمرة إلى حد عمان حلو النشامة كالجبال الروسية